مشروع قانون المالية التكميلي 2020 الأول من نوعه لحكومة عبد العزيز جراد يأتي في ظرف استثنائي تمر به البلاد، ما جعل فحواه يتكيف مع الوضع الصحي والاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا. بالنسبة للجنوب الكبير طبعاً 50% من ضريبة على الدخل لكل طبعاً التجار وكل طبعاً العمال للجنوب الكبير، مهمة جداً. نقطة واحدة أخرى طبعاً للشركات الناشئة، طبعاً عدم دفعها خاصة للضرائب لمدة 3 سنوات، حينا النقطة هذه بالنسبة لقانون المالية. تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط ب30 دولار والإعفاء من الضريبة على الدخل هي من بين أهم ما ورد في التقرير التمهيدي. محاور المشروع عرضها وزير المالية عبد الرحمن روية على نواب المجلس الشعبي الوطني. من بين الإيجابيات مثلا إيجاد صندوق تاع المؤسسات الناشئة، رفع كما يقولوا السميك بخصوص سيارة السيارات، هاد الناس لازم يحترموا دفتر الشروط، إلا ما احترموش دفتر الشروط نبقى ندوروا في حلقة مفرغة. الحكومة جاءت بإجراءات تمس جيب المواطن مباشرة، مثل يعني الرفع من تسعيرة الوقود بكل أنواعه، وهذا سيؤثر على النقل وعلى المواد البحرية وعلى المواد الفلاحية وعلى كل ذلك، بل فيه هناك تراجع على بعض القرارات التي اتخذها النواب في قانون المالية 2020 في صالح المواطنين، منها مثلا تخفيض التي في آي المتعلقة بالقطاع السياحي. بين تثمين ما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي ومتحفظ على بعض مواده، يوصل النواب تدخلاتهم في انتظار المصادقة في 31 من مايو الجاري.